نجوى حكيت على السينما، نحب نحكي شويه اليوم عن المسرح، على الفنان الممثل العملاق عبد القادر مقداد. اي اللي ذكرته، اي نحبه برشا، ومليانه صغيره ديما الانسان يحلم ويكبر بينا الحلم على اساس يتحقق، فما اللي يتحقق فما ما يتحققش. انا حلمي لتو ان شاء الله يا ربي وربي يعطيني فرصه باش نكون في البلاتو هذايا، ونوجه له رسالتي تحيه قبل الرساله، وتحيه لاهل الجنوب الكل، قبيلي وقفصه واهل الجنوب الكل. نحب نقول له راهو بلاستيك فارغه في المسرح، المسرح بالحق يتألم ويبكي عليك برشا، لأنه بالحق عملاق المسرح هو. دونك نحب نقول له من فتاة بسيطة ريفية، رجاء هو زادة كونه يرجع كرد اعتبار، ولو حتى اعتزل التمثيل يعمل مسرحية الأخرى ويعتزل بها، تكون مسرحية يخدم بها أعماله اللي بالرسمي أعمال معناتها يشهد بها التونسي، أعمال عملاقة جدا، ونكون أنا من يعطيني دور في مسرحيته، علاش لا، حتى ولو دور يكون بسيط. طمع في دور معناتها. وحتى ما استجابش ولا ما سمعش رسالتي مستعدة نمشي له للجنوب. تري بيان، تحية كبيرة لي بالطبيعة. تحية لعبد القادر مقداد. وميسا. تحية زادة لطيفة القفصي. أي نحبها زادة لطيفة القفصي. وان شاء الله ان شاء الله رسالتي توصلوا، سينو نمشي له للجنوب. لا توصلوا، توصلوا معناها توصلوا شو نوصلوا هيك. باهي، نستقبلوا بلال توا.